السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يوم جديد وفيديو جديد من فيديوهاتنا اليومية، والثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فرق التوقيت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فوائد الفلفل الحلو أو الفلفل البارد أو الفلفل الرومي، كلها مسميات بتتسمى للفلفل اللي معانا. ولكن لو أول مرة بتزور القناة، ياريت تنوريني باشتراكك وكمان تفعل الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجبك. اعذروني على الصوت يا جماعة، معلش أنا أما بصحى من النوم وعشان أسجل بيكون بطبقة صوت مختلفة تماما، يعني لسه ما عملناش بقى أي حاجة في أي حاجة، فعلا مفيش حركة، فالصوت تحس لسه راكب. القيمة الغذائية للفلفل الحلو بيحتوي طبعا على فيتامينات وعلى معادن، بيحتوي على فيتامين سي، يعني بنسبة 169%، نسبة كبيرة أو كمية نفسها كبيرة من الفيتامين سي الموجود معانا. بيحتوي على كمان على فيتامين كي واحد أو كي وان، لأنه من اهم المصادر او الفيتامينات ان الجسم بتاعنا محتاجها. بيحتوي على بوتاسيوم، وهو طبعا احد اهم المعادن الهامة لصحة القلب. بيحتوي على الفوليك او ما يسمى ب 9، لانه واحنا حامل كده الدكتور بيدينا برشام اسمه حمض الفوليك، حاجة اساسية خاصة في 3 شهور الاولانية من الحمل. فالفلفل الجميلة دي بتحتوي على العنصر ده. كمان بيحتوي على مضادات أكسدة كويسة جدا لصحة الأعصاب والعضلات، وفيتامين A. فيتامين A ده اللي هو عامل أساسي للجمال، البشرة والشعر وحاجات كتير مع بعض. الفلفل الحلو أو الفلفل الرومي يحتوي طبعا على العديد من الفوائد الصحية الهامة اللي بتيجي علينا، لازم ان احنا نستخدمه في السلطة في المحاشي، يعني خليه قاعد عندك اي حاجة خضرة جميلة جدا. بيقوي الجهاز المناعي لانه بيعمل على حماية الجسم من العدوى والامراض بالشكل عام او في العموم. وفيتامين سي اللي هو بيحتوي عليه بيساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرته على اداء وظائف الجسم بكفاءة. بيحمي الجهاز بيحمي الانسان من الانيميا او فقر الدم او نقص الحديد، يعني هي كلها مسميات. كمان بيعزز صحة العيون، الناس اللي هي بتشتكي من مشكلة في النظر او في التهاب حوض العين بشكل عام او البقع السوداء، هو كويس كمان جدا ليها. مش هنتكلم عن الجنين، لا الجنين بياكل لوحده الحمد لله. في ناس بتستخدمه كمان ك حرق للدهون، ممكن كمان احنا نستخدمه كمنشط عام للجسم. وانا قبل كده عملت منكم وصفة الهنديات، بنجيب الفلفلاية وبنقطعها نعملها بزيت زيتون وكده، ان شاء الله وصفة جميلة وسهلة تنال اعجابكم، واعمل لكم وصفة الزيتون والشعر بإذن الله. ولو بيعجبكم وصفاتي أو فيديوهاتي بشكل عام، ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن.